السلام عليكم، كيف دايرين؟ كنتمنى نلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. مرحبا بكم في قناه مطبخ ام سلطان. وصفتنا ديال اليوم المخمر، مخمر اللي على شكل ديال مسمن، غير هو خامر بلا زبده بلا حليب بلا ياغور طبيعي، فقط بالماء، وكيجي خفيف بحال الشهده. انا متاكده الا جربتوه غادي ينال الاعجاب ديالكم. وما تبخلوش عليا بلي جام، واللي ما مشاركش في القناة يشارك باش يوصلوا اي جديد، وتبارطاجيو مع الاحباب ديالكم اللي تاعهم الفائدة. اول شي عليكم نمشيو للمقادير. كنحتاجو فيه نصف كيلو ديال الدقيق الابيض، ونصف كيلو ديال الفينو، يمكن لكم تستعملوا رابعة من الحاجة، المهم تكون الكمية قد الفينو قد الدقيق الابيض. غادي نستعمل معلقة ديال خميرة الخبز، ومعلقة كبيرة ديال السكر سنيدة، تقريبا معلقة ديال الملحة. هنا يمكن لكم الا بغيتو ديروا رابعة فينو ورابعة ديال الفورس، كديروا نصف، كديروا معلقة صغيرة ديال خميرة الخبز ونص خمارة. انا هنايا مع استعمل تقريبا كيلو، غدا ندير معلقة كبيرة ديال خميرة الخبز وساشي ديال خمارة غدا نديرها في العجانة. اللي بغي يعجنها بيديه يعجنها، غير السر الناجح ديال هاد المخمر هو تعجنوه، كتربيو العجينه تكون قاصحه في الاول، وكتبقاو تعطيو الماء بشويه بشويه. دخلت 400 ملي في الاول، وغادا ندخل 400 ملي الثانيه، تقريبا ما كاملاش. غنبقى ندخل الماء بشويه بشويه حتى العجينه كتبقى ترتق. بغيتي تعجنوها بيديكم عطوها الخاطر، وبقاو تعطيو الماء بشويه بشويه، كيكون الشكل ديالها هو هذا خفيف. خليوها تخمر، خليوها تخمر غير شويه، يتضاعف الحجم ديالها. كيف ما كتشوفوا العجينه كتكون رطبه بزاف وخفيفه. هذا هو السر النجاح ديالها، واخا ما فيها لا نيدو لا حليب لا ياغورت لا زبده لا حتى شي حاجه، وكتجي العجينه رطبه بزاف وهشيشه وبحال السفنج. غير هي تخدموا العجينه مزيان وتعطوها الخاطر. هنا من بعد ما خمرات غادي نرش سطح العمل بشويه ديال الزيت، وغادي نحط فيه العجينه ونحاول نخرج منها الهواء اللي فيها لداخل. على هذا الشكل العجينه كتكون رطبه بزاف. صافي غادي نشكلها كويرات اللي يكونوا متساويين. يمكن لكم ديروهم شويه كبار، انا استعملتهم صغارين معاكي يعاودوا يتنفخوا، ما بغيتش نستعملهم كبار، ولكم الاختيار. انا استعملتهم كويرات صغار. صافي غادي نحاول نكورهم على هذا الشكل، ونحطهم في لاطا اللي تكون مدهونه بالزيت. كيف ما كتشوفوا العجينه من بعد ما دلكات وارتاحت كيجيو على هاد الفقاعات، هادي باش كتعرفوا العجينه انها ناجحه 100%. صافي غادي نكمل على هاد الطريقه حتى نسالي الكميه اللي عندي، وغادي نبدا باول وحده بديت. انا من بعد ما ساليت الكميه اللي عندي غادي نبدا باول وحده اللي بديت بها. غادي نحاول هنايا غادي نستعان غير بالزيت، كنحاولوا نطرقوها مزيان. في الاول كنبداو بالجوانب، وحنا غاديين وكنجبدوا من الوسط ديالها، كنشكلوها على شكل مربع، وكتحاولوا تطرقوا الجوانب باش ما تجيكمش مدقصه من الداخل. على هذا الشكل صافي كنرش عليها فقط الزيت، انا ما كنستعملش الزبده في المخمر. بالزيت كتجي خفيفه بحال الشهده، الزبده كتخلي العجينه ثقيله.
غادي نستعن فقط بالزيت، ما غادي نرش لا فين ولا حتى شي حاجه، تبعوا غير هذه الطريقه وان شاء الله غادي ينالوا الاعجاب ديالكم انا متاكده. من بعد ما غادي نشكلها على شكل مسمنه، غادي ناخذ طبسيل ونضيف ليه الفينو، ماشي السميده، الفينو على هذا الشكل، وغادي نحاول نفندها فيه بحال هكا، وغادي نقرصها غير شويه، ما تقرصوهاش بزاف بحال المسمن، غتهبطوها بيديكم غير شويه وتخليوها تخمر. غادي نشارك معكم واحده ثانيه، كنستعنوا ديما بالزيت. صافي، وكنبقاو نطرقوا غير بالكف ديالنا، كنبقاو نطلقوا غير الجناب على هذا الشكل، كنشكلوها مربع باش كتجيكم ساهله، ما ديروهاش دائره باش كيجيو الجناب مقادين. صافي، وغادي نرش فقط الزيت، فقط جربوها وضروري ردوا عليا الخبر، انا متاكده غادي تعجبكم. صافي، كنحاول نقاد ليها الشكل ديالها بحال هكا، وغادي نطويها على شكل مسمنه. صافي، وغادي نفندها حتى هي في الفينو ونخليهم يخمروا. هنا كتهبطوهم غير شويه، ملي كتحطوهم يخمروا كتهبطوهم غير شويه بيديكم وتخليهم تيتضاعف الحجم ديالهم على هذا الشكل. كيف ما كتشوفوا العجينه كتكون مرتاحه وخامره. صافي، من بعد ما ساليت الكميه اللي عندي غادا نبدا باول وحده، ما خليتهمش كيخمروا بزاف، مع كانت عندي كميه كثيره تقريبا كيلو. هنا غادي نسخن المقله مزيان وغادي نبدا باول وحده بديت بها، وضروري ترشوا بالزيت. هذه خرجت لي شويه كبيره، درتها غير بوحدها في المقله، ما غاديش يجيوني جوج. انايا درت جوج وحيدات لي صغار، ضروري ترشوا المقله بالزيت، ومني تبغوا تقلبوهم عاوتاني رشوا شويه ديال الزيت على الوجه. وهذا المخمر ما كيبغيش القليب بزاف بحال المسمن باش كيتحل من الداخل، هذا كتحطوه غير على جهه واحده، تحسوا بيه تنفخ مزيان وتحمر لكم، كترشوا على الوجه ديالو الزيت وتقلبوه. صافي، وتخليوه يطيب على خاطرو، ونقصوا عليه العافيه باش ما يتخطف لكم شويه، يجيكم معجن من الداخل. صافي، هنايا استعنت بجوج مقلات باش دغيا نسالي، ما حسيتش بيه دغيا ساليتو، كيجي زوين بزاف كيف ما كتشوفوا. كنرش الوجه ديالها بالزيت عاد كنقلبها، وكيف ما مبين لكم في لا فيديو كيجي فيه داك الفقاعات، كيجي خاوي من الداخل وخفيف، العجينه كتكون خفيفه من الداخل. صافي، غادي نبقى في حركه حتى نسالي الكميه اللي عندي. طيبتوها كتغطيوها بمنديل حتى كتساليو الكميه اللي عندكم، واللي طيبتوها كديروا لها الطريقه باش كيجيكم من الداخل كيجي مورق وباين فيه التوراق على هذا الشكل. ضروري كتهبطوه بيديكم وهو سخون. غادي نشارك معكم وحده من الداخل كيفاش كيجي، كيجي مورق وطايب، ومن الداخل مهوي بحال القطن، ومن الفوق مقرمش. هنايا كتقدموا بالصحه والراحه مع شويه ديال العسل وشويه ديال الزبده، كيجي بنين بنين بزاف. ويمكن لكم حتى فاش يكون سخون ضيفوا له غير واحد طريف ديال الزبده من الفوق. وبالصحه والراحه، انا متاكده الا جربتوا غادي ينال الاعجاب ديالكم. ما تبخلوش عليا بلي لايك، واللي ما مشتركش في القناه يشترك باش يوصلوا اي جديد، وتبارطاجيو الوصفه مع الاحباب والاصحاب لتعم الفائده. نتلاقاو فيديو جديد وفي وصفه جديده.